Artist Through Our Lens هو مشروع شاركت فيه 30 ناشطة بالتنمية المحلية على مدى 6 أشهر من جبال والبقاع ليضووا على خيرات مناطقهم ويعطوا حلول لاحتياجات المجتمع يلي موجودين فيه، لأنهم بنيت هالأرض وشركات بصناعة القرار. عاداتنا وتقاليدنا حلوة أم بشعة؟ اليوم حكون عم شارك معكن عادة حلوة بدنا نرجع نعيشها وما نخليها تموت. كل سنة على الجمعة العظيمة بضيعة اسمها بشعلة قضاء البترون بمحافظة لبنان الشمالي اللي بفتخر إني منها، نجتمع بساحة كنيسة مارستفين لنتشارك بلقمة الرحمة. التقليد إنه يجتمع أبناء الضيعة أجمعين، وفي كتير عالم بتطلع لتتشارك معنا بثقافتنا وتقاليدنا. من هيدا المنطلق السنة ما لازم تمرق مثل اللي قبلها، المبادرات عم بينشغل عليها، حنرجع نعيش تقاليدنا ونجتمع على طاولة بتجمعنا كأبناء وبنات بغض النظر عن كل الاختلافات اللي ممكن تكون موجودة. من المعترف فيه دولياً وإقليمياً ومناطقياً، الأمان هو حق وواجب لكل مواطن من قبل الدولة. بحب أحكي كناخبة لبنانية وكشابة لبنانية وكبنت ضيعة كفر عبيدة، بطلب من البلدية إنه تهتم بموضوع الأمن، خصوصاً إنها منطقة سياحية بتستقبل كافة المواطنين دون استثناء، وبنفس الوقت منكون عم نأمن فرص عمل لشباب المنطقة بعيداً عن أي انتماء سياسي. ومن المعروف فيه إنه المنطقة هي منطقة سياحية بتتميز بشطوط عامة تستقبل كافة المواطنين دون التمييز بيناتهم أو التفرقة بيناتهم، فالأمان هو واجب أساسي لإلها. جبال هي منطقة سياحية تستقطب سواح من كافة أنحاء العالم، وهذا الشيء بسبب معالمها الطبيعية وبسبب تراثها اللي بتشتهر فيه. وبنفس الوقت لحتى نضلنا محافظين على هدول السياح الموجودين بالمنطقة لازم نكون عم نشتغل أكثر على البنى التحتية. وانطلاقا من هيدي النقطة، وحتى تبقى جبال مكان حلو ونظيف بذات الوقت، بقترح نعمل دورات مياه أو مراحيض عامة تكون مجانية أو شبه مجانية، وهيك بنكون عم نحافظ على منطقة الجبال من ناحية البيئة والصحة كمان. صح أغلب شوارع جبال مضواية، بس في عنا زواريب وشوارع ضيقة ما فيها إضاءة، لهيك الخطة أنه نكون عم نضوي منطقة جبال كلياتها لحتى تكون فيها أمن وسلام. بنت أنفي من ضيعة صغيرة بتطلع على البحر، موقعها سياحي بامتياز، على شط الصخرة بتمتد سلسلة من المطاعم البحرية، ومن هون رصدنا حاجة البلدية لشراء مركبين للسياحة البحرية. وكرمال زيادة عدد نسبة السواح والزوار من مناطق مجاورة. أنفي بلدة ساحلية تقع بقضاء الكورة، صنفت مؤخراً على الخريطة السياحية والأثرية، عندها طابعها الخاص وهويتها الخاصة كسائر البلدات اللبنانية. هويتها الخاصة هي الملاحات، تعتبر الملاحات جزء أساسي من بلدة أنفي. بسنة الستين كانت الملاحات بتغطي 1,000,000 متر مربع، أما اليوم فهي تغطي أقل من 200,000 متر مربع. من هون أنا عم بتوجه لأهالي بلدة أنفي وفعالياتها، لمناشدة وزارة السياحة لوضع الملاحات ضمن الخريطة السياحية والبيئية لأجل المحافظة على هويتنا.